حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المشردين المضطهدين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة فاز فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا ونجا من لجأ إليه. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع يا سعد ساعدني على طول البكاء وأذل دموعك بين تلك الأربعين. أيبيت
بيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الثرى يا مضجعي لمن سلا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعي تدعوه والأحزان ملء فؤادها والدمع يسفح بالجفون أم عيش تقل أخي ما لك عن بناتك معرضا والكل منك بمنظر وبمسمع أخي ما عودتني منك الجفا خويا فعلام تجفوني وتجفو من معي أبو علي أنعم جوابا يا حسين أما ترى ماذا يرى سيدتي على تنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة خويا زينب قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي تقل أخويا نبعيني يا نبعيني أي لباري أي لك عيالا خويا نبعيني لباري لك عيالك وانا بروحي لسجت لك اطفالك يا خويا الموت لا يرضى بدالك ترى رحنا يا ابو اليمة فدالك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا على بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لازلنا نعيش هذه الأيام في ذكرى مصاب سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه لا بد لنا من وقفة في سيرة هذا الإمام العظيم نقف عند جانب وبعد من أبعاد حياته الكريمة الشريفة نريد هذا اليوم أن نقف عند البعد الانتمائي للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه البعد الانتمائي يعني عبارة عن
النسب الشريف للإمام. طبعا من جهة الأب هو أشهر من نار على علم، علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا اللي يسمونه علماء الأنساب يسمونه قصير النسب. يعني شنو؟ يعني لما تريد الذكرى تعرف إلى الناس ما يحتاج أن تتوقف كثيرا عنده أو أن تذكر له آباء وأجداد. يعني لما الآن واحد يسألك عن فلان من الناس، شيخ فلان، سيد فلان، حج فلان، شخص مثلا يجي عنده فت قضية مسألة وياك تسأل عنه، مثلا من الشخص الفلاني، يجاوبونك فلان ابن فلان ابن العائلة الفلانية، ممكن بعض الأحيان ما تعرفه، يحتاج إلى أن شو تسوي. حتى في التاريخ أكو شخصيات مذكورة لكنها مو معروفة مبهمة، لما يذكرونها يذكرون سلسلة من الآباء والأجداد لمن؟ لتلك الشخصية. هذا شو يسمونه؟ يسمونه طويل النسب. بخلاف أنك إذا جئت إلى إمام معصوم، الإمام المعصوم قصير النسب، مجرد أن تقول فلان ابن فلان علي بن الحسين الحسن بن علي الحسين بن علي محمد بن علي رأسا شنو؟ قصير، ما حاجة تذكر أسماء كثيرة. هذا شو يسمونه؟ يسمونه قصير النسب. وأشهر من نار على علم، آباؤه أشرف الآباء وأجداده أشرف الأجداد، قمة هرم المجتمع البشري هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة من؟ هذا من جهة الأب. لكن كلامنا من جهة الأم. أمه شاه زنان بنت يزدجر ملك الفرس. طبعا دائما نحن نقول إن فعل الإمام حجة وقوله حجة. لما تقرأ في التاريخ أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تزوج من امرأة فارسية، لابد أن هنالك سبب. طبعا أول شيء يجب أن نعرفه أن هذه المرأة وهذه الزوجة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد ادخرها الله سبحانه وتعالى للحسين عليه السلام، لأنها أول ما دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فتح المسلمين بلاد فارس، وذكرت حادثة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قالت؟ قالت يا أمير المؤمنين، قبل أن يدخل جيش المسلمين بليلة رأيت في عالم الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل في دارنا ومعه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجلس الحسين إلى جنب رسول الله، وكان رسول الله خاطبا لي لمن؟ للحسين. أول شيء يجب أن نعرفه أن هذه المرأة وهذه الزوجة خصها الله سبحانه وتعالى لمن؟ للحسين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا لابد أن هنالك هدف يتوخاه الإمام المعصوم وراء هذا الزواج. يعني تدري أنت أكو قبائل عربية موجود نساء هاشميات، موجود عوائل قبائل أشراف من العرب في مكة والمدينة، وتعرف أنت إذا ما نظرت إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن بيت رسول الله هذا أطهر وأشرف بيت. يعني بيوتات العرب القبائل العشائر العوائل كانت تتشرف بأن واحد من أولاد رسول الله يخطب امرأة منين؟ حتى أن بعض العوائل والقبائل لما يجي الإمام المعصوم خاطبا منهم امرأة يقول طلعون رؤساء القبيلة وشيوخ العشيرة
شو يسوون؟ يقول إكراما للإمام المعصوم يأخذون بشوتهم عبيهم أرديتهم يفرشونها من باب ذلك الدار اللي جاي يخطب من الإمام إلى مسافة طويلة، استقبال كرامة لمن؟ كرامة للإمام المعصوم. لكن هنا الحالة اختلفت، الإمام المعصوم ما تزوج منين؟ من العرب، بل كذا زوجة منين؟ زوجة فارسية. لابد أن هنالك هدف يتوقع، ما هو ذلك الهدف؟ طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد القضاء على نظرة التعالي عند العرب. العرب كان عندهم نظرة تعالي، يعني القانون السائد عندهم مو القانون الإلهي اللي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو هذا المعيار اللي عندنا إحنا في مدرسة أهل البيت. شو يقول؟ يقول إن أكرمكم عند الله شبي أتقاكم. يقول هذا القانون ما كان سائدا عند العرب عند المسلمين أول في بادئ الأمر. ليش؟ لأنهم عادة هذا اللي مثلا تكون أمة أبوه عربي وأمة مو عربية أعجمية، شو يطلقون عليه؟ يطلقون يقولون فلان هجين، فلان هجين. يا أبا ليش فلان هجين؟ هذا مسلم من العشيرة الفلانية من القبيلة الفلانية من العائلة الفلانية. يقول لا، فلان أمه غير عربية. عجيب. لذلك تزوج الحسين صلوات الله وسلامه عليه من تلك المرأة من أجل القضاء على نظرة، وهاي نظرة التعالي إلها فد إفرازات بالواقع الاجتماعي. أولاً هذا الشخص اللي يسمونه الهجين ما حد يزوجه لو راد يتزوج من العرب، يعني يفتر بيوتات العرب كأن الذي يعطيه امرأة كأن اللي زوجه بنت فارتكب عاراً والعياذ بالله. ليش؟ يقول لي أن هذا أمه مو عربية، أو لا أمه عربية وأبوه ليس بعربي. يقول هذا هجين ما يعطى. لا مو بس ذلك، ليس ذلك فقط بل أكثر من ذلك. ترجع تشوف الناس ما يبدون إلى الاحترام والتقدير، يدخل بمجالس يهان، لما يدخل في مجلس الناس تمتعظ من عنده، يظهرون له الإساءة، ما حد يحترمه ما حد يقدره، ماكو يدخل في مجلس ما حد يقوم له. وعادة الإسلام يقول لكل قادم كرامة، يقول لا هذا اللي أمه غير عربية إذا دخل إلى مجلس ما حد يقوم له. لذلك زيد الشهيد لما دخل في مجلس هشام لعنه الله، يقول أبدى له الازدراء، تلكأ القوم في القيام له. تدري الناس على دين ملوكهم، ها؟ لما قاعد أنا وأشوف الكبير مالي يحترم فلان، لازم أنا شو أسوي؟ حتى لو فلان منحرف أنا أقدسه. وأما شفته لا والله ما يحترم فلان لو كان أعبد العابدين، شو أسوي؟ أنا بعد هم ما أحترمه. هشام قاعد على الكرسي ودخل زيد الشهيد، يقول تلكأ شاف ماكو مكان، وزيد هذا ذرية ودم لحم رسول الله، ما حد قام له ما حد احترمه، حتى ما سووا له مكان يقعد في المجلس. يقول باوع له، وكان زيد في تلك الفترة يخطط للثورة وأخذ الثأر للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتعرف أنت زيد الشهيد قام بثورة. يقول فخاطبها هشام قال له أنت الذي تحدثك نفسك بالخلافة وأنت ابن أمة، يعني ينكر عليه، أنت أمك مو عربية، أمك جابوها أسيرة، وإن كانت هي شنو كانت؟ بنت ملك، لكن بالنتيجة شنو كانت؟ أسيرة. أنت أمك مو عربية، أنت أكو مشكلة. أظهر. يقول فأجابه زيد قال له أما نفسي تحدثني بالخلافة فالله تعالى أعلم بها.
ثوب الثورة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. أما أنت ما مطلع على نفسي، تتهمني بأن نفسي تحدثني، وأنت ايش دراكب نفسي؟ لا أنت نبي، ولا أنت معصوم، ولا أنت إمام، ولا أنت الله نصبك على الخلق. أنت ما تعلم ما في ضمائر الناس. أما قولك ابن أمة فأيهما أفضل؟ أنا أم النبي الأنبياء؟ قال لا، النبي. قال له إبراهيم كان ابن أمة، الله سبحانه وتعالى أخرج من صلبه أطهر وأشرف الناس، بخلاف إسحاق اللي كان ابن حرة. الله سبحانه وتعالى أخرج من صلبه القردة والخنازير. فبالنتيجة المعيار شنو هو؟ المعيار يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فلان ابن فلان، لا تأتوني بأحسابكم ولا بأنسابكم، بل ائتوني بأعمالكم. شوف عملك أنت شنو. بل الأكثر من ذلك، الظل الناس دائما تصفه بصفات سيئة منحطة والعياذ بالله. هذا وين؟ في الواقع الاجتماعي العربي دائما فلان عربي. وإلى الآن، إلى الآن نعيش هذه الحالة موجودة في المجتمعات العربية، موجودة هذه الظاهرة. أكو حالة امتعاض. وإلا أنت إذا تريد ترجع إلى هذه الأمة العربية، العرب، ما الذي ميزهم؟ إحنا شنو اللي ميزنا؟ الذي ميزنا والذي جعل لنا الكرامة وجعل لنا الأشرفية هو أن الله سبحانه وتعالى بعث من هذه الأمة أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما لا والله، إذا ردنا نرجع مثلا قبل الإسلام، هسه هي الأمة تفتخر بدينها، مو تفتخر هي بقوميتها. القومية بدون الإسلام، بدون الدين، ما إلها قدر، ما إلها منزلة. وإلا أنت ارجع مثلا إلى العرب قبل الإسلام، شنو كانوا؟ تمثلهم الزهراء سلام الله عليها، تقلهم وكنتم على شفا حفرة من النار تشربون الطرق وتقتادون القد والورق أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب. شنو كان حالهم قبل الإسلام؟ كان الإنسان العربي إذا جن عليه الليل خرج إلى السلب والنهب، القوي يأكل الضعيف، مو هذا الواقع الاجتماعي اللي كانت تعيش الأمة قبل الإسلام بالجاهلية؟ تمر على بيوتات العرب فلا تسمع إلا ضرب الأسنة والرماح، قتال، قتال بين الناس 24 ساعة. شوف، جاء رسول الله وجاء هذا الإسلام وهذا الدين العظيم، استطاع رسول الله أن يغير ذلك الواقع المنحرف. صار لا، الإنسان إذا جن عليه الليل افترش محرابه وقام إلى الصلاة. تمر على البيوتات كنت تسمع صوت السيوف والرماح، لا، صرت تسمع شنو؟ قراءة القرآن والدعاء والعبادة. إذن احنا بشنو الله سبحانه وتعالى رفع شأننا ورفع قدرنا؟ بماذا؟ وجعل لنا الكرامة، جعل لنا الكرامة والشأن والعزة برسول الله وبالإسلام وبهذا الدين العظيم بالقرآن. وإلا احنا بدون الإسلام لا هواي اكو حضارات اعرق من عندنا. يعني سابقا اذا كانت المرأة رومية او كانت المرأة فارسية فهذا يدل على ماذا؟ يدل على انها من إحدى الحضارتين اللتين كانتا تسودان العالم بأجمعها. صحيح ما عندهم إسلام، يعبدون النار، ما أدري شلون يعبدون، ما عندهم دين، آمنا بالله. حتى أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام،
واحد يسوي له رب من تمر، واحد يسوي له رب مدري من وين، وإذا جاء أكل ربه. هذول ما هذا حال العرب، كما أن الناس كانت تعبد النار وتعبد الحجارة وتعبد مدري، وهذا شيء طبيعي. بعد إجا الإسلام ونسخ ذلك الدين، إجا دين جديد الإسلام. وإلا ذيك الحضارات، حضارة الروم، حضارة الفرس، لا لا، هذه حضارات عريقة كبيرة. لكن إجا الإسلام، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعطونا الدروس، وهذه الدروس أول من يطبقها الإمام المعصوم. تعال يا بني آدم، يا ناس، يا عرب، اتزوج أنت من وين ما كان، عربية غير عربية، سواء إن كان بعض العلماء لما يجون يتكلمون يقول هذا بيه فوائد. هسه واحد يتزوج غير الإسلام، غير عن ابتعد عن النظرية مثلا الإسلامية، لا تأخذ بالنظرية الإسلامية. يقول البعض هذا، حتى الليبراليين العلمانيين لما يتكلمون يقول لما واحد مثلا يتزوج من غير من غير من غير القومية اللي ينتمي إلها، هذا عبارة أولا بفوائد. الفائدة الأولى مثلا التقاء واختلاط الثقافات بين القوميات، ليس ذلك فقط، بل لا، أنت تروح بعض الأحيان تشوف مثلا الطبيب يروح يعالج الإنسان عنده مرض مزمن، شفرض عليه الطبيب يقول له ما تتزوج مثلا من نفس القومية أو ما تتزوج من نفس العائلة، ليش؟ يقول لأن هذا مرضك المزمن ما يصير، إذا تزوجت وأنجبت الأولاد ايش راح يصير؟ راح يصير الأولاد يحملون نفس هذا المرض، موجود هذه الحالة. طيب، المهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أرادوا أن يكسروا هذا الطوق، التمايز بين الناس. لازم يصير التمايز على أساس التقوى، على أساس الإيمان، مو على أساس أنه أنا ابن العشيرة الفلانية وأنت ابن القبيلة الفلانية وأنا من القومية الفلانية وأنت من القومية الفلانية، لا، هذا ليس بصحيح. وإلا هذا السوار ابن قدامة كان قاضي، دخلوا عليه 3 أخوة، قالوا له احنا ابونا مات ونريدك تقسم علينا الارث. قال لهم ما هي الردد، تعدكم اخوه عدكم؟ قالوا له كل شيء ما عدنا بس احنا. قال لهم هذا الثلث لك وثلث الاخوك وثلث الاخوك الثاني. قالوا له لا، احنا نشوفك انت ما تفهم. قال شلون ما افهم؟ قالوا له مو احنا 2 اولاد حره، هذا اخونا الثاني الثالث اخونا امه مو حره. شنو؟ قال هاي امه امه. قالوا تالي هذا أخوكم من دمكم ولحمكم ابن أبوكم. قال لا، شلون تجعل الحصة إليه مثل ما تجعل الحصة إلنا إحنا؟ قالوا ما هذا حكم الله تبارك وتعالى. قالوا لا، إنا لنراك قليل الخالات بالدهناء. الظاهر أنت ما تفهم شيء، ما يصير ابن الحرة يأخذ مثل ابن الأمة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تدخل عليه وحدة امرأة عربية فقيرة وتدخل عليها وحدة غير عربية، أمير المؤمنين أمر لهذه بكذا دينار ولهذه كذا دينار، نفس العطاء بالطعام وبالمال. يقول هاي الامرأة الغير عربية الأمة قامت طلعت، وهاي العربية ظلت قاعدة. قالت يا علي، أراك تساوي بيني وبين الأمة؟ يقول أمير المؤمنين قاعد على التراب مسجد الكوفة، أخذ قبضين التراب، قال يا أمة الله، أترين لهذا التراب فضل على هذا التراب؟ قالت لا. قال كلنا لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الممارسات اللي كانوا يمارسونها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، واحدة منها الزواج من غير العربية مثلا، يريدون القضاء على نظرة التعالي عند العرب. هذا البعد الأول في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. البعد الثاني، حياته الفترة التي عاشها الإمام مع جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعاشر جد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 3 سنين. وحقيقة بالرغم من صغر سنه، وإن كان صغر السن للمعصوم لن يؤثر، إلا أنه تأثر بعبادة جده علي بن أبي طالب،
تأثرا بالغا، حتى أنه سمي زين العابدين وسيد الساجدين. الإمام زين العابدين تقول الروايات كان إذا قام إلى الصلاة وإلى صلاته لما يجي يتوضأ يقول اصفر لونه وارتعدت فرائصه، قبل لا يصلي لا جاي يتوضأ. هذا كان حاله صلوات الله وسلامه عليه. عاشر جد عمه الحسن 13 عاما وبقية عمره كان مع أبيه الحسين، لكن هذه الفترات والأحقاب الزمنية اللي عاش الإمام زين العابدين كانت مليئة وحبلى بالأحداث المريرة الأليمة، من اغتصاب حق جده أمير المؤمنين والهجوم على دار فاطمة سلام الله عليها، وما فعلوا من اغتصاب حقوق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وعاشر عمه الحسن وشاف كيف ظلم عمه الحسن وكيف أن الأمة تعاملت مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وشلون كان الجهال من القوم يخاطبون الإمام الحسن ويتعاملون معه، ومن أصعب المواقف التي شاهدها واقعة كربلاء التي ما كانت تغيب عن خاطرته وعن ذاكرته حتى لحظة واحدة. واحدة من المصائب اللي دائما كان يبكي لها دما إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هي مصيبة حرق الخيام. يقول الراوي لما انتهوا من قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقف عمر بن سعد ونادى أحرقوا بيوت الظالمين. يقول حميد ابن مسلم نظرت إلى القوم 30,000 هجموا على خيام الحسين صلوات الله عليه. وشنو بيها الخيام؟ الشاعر يقول ما في الخيام وقد تفانى أهلها. الله أكبر. ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل. يقول حميد بن مسلم حرقت الخيام فررنا بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. يقول كل هالخيام حرقت، الأطفال النساء فرن. يقول لكن أكو خيمة وحدة النار مشلبة بيه، وإذا بامرأة جليلة القدر واقفة على باب الخيمة. يقول أقبلت إليها، يقول هاي المرأة تارة تدخل إلى داخل الخيمة ومرة تطلع من الخيمة. يقول أقبلت إليها قلت سيدتي النار النار. يقول ما سمعتني، ما تحركت من مكانها. يا مؤمنين يا ناس يا عالم، ليش ما تحركت هاي المرأة؟ أكو واحد عنده أعز من روحه بعد، يعني هذه الروح النفس. يقول النار جاي تحترق بالخيمة وهاي المرأة داخلة للخيمة وطالعة من الخيمة. يقول اقتربت منها ناديت النار النار النار. يقول قالت لي يا عدو والله بلا والله أعلم أن النار شبت بالخيمة. لعت سيدتي ليش واقفة على باب الخيمة؟ قالت إن لنا عليلا مريضا داخل الخيمة لا يقوى لا يقدر على النهوض، هو ذاك إمامنا زين العابدين. من شب والنيران فرج كل العيايا، بس العقيلة تحيرت والدمع هما. نادى عدوها شحيرك يا ربات الدلايا. نادت مثل المطار يهمل دمعة العين.
شند سيدتي؟ قالت عدنا عليل من المراض ما يقدر يقوم، نايم طريح وسادته بالأرض يا قوم. بعد يا حميد بن مسلم يقول لا مو بس هاي المصيبة، يقول التفت إلى جانب آخر وإذا بطفلة صغيرة النار تشتعل بأطراف ثيابها، يقول انكسر قلبي علي، قبلت إليها أريد إطفاء النار من ثيابها. يقول التفتت إلي مرتعبة قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى بني. قالت هل مرت بك هذه الآية وأما اليتيم فلا تقرأ؟ قلت لها بلى سيدتي قرأتها. قالت يا شيخ أنا يتيمة الحسين. قلت لها سيدتي بخدمتك أمر حاجة خدمة أنا أصير خادم إلك. قالت يا شيخ سمعت عمتي زينب تقول إن لنا قبرا بالغريل جدي أمير المؤمنين، أريد الذهاب إليه أشكو لما نحن فيه من الهم والحزن. قلت لها سيدتي طريق الغر طويل عليك أيام وليالي. قالت إذا كان لابد من ذلك فخذني إلى جسد والدي الحسين اللي عنده حرقة بقلبه على هاي الطفلة يساعدني بالأن. قالت بالغر يا شيخ عدنا قبر دليني. قلت لها بعيد عليك دربه يا بعد عيني. قالت شال ابوي حسين يا شيخ الساع وديني. خذتها وشافت مطبار وراس اسنان الشال. يقول قالت يا شيخ خذني الى جسد والدي الحسين. يقول اجيت امشي ويا هاي الطفله عمرها 4 سنوات. قلت لها بنية قلبك كصالية الجمر من الظما، ما وديت شوي للفرات تشربين ماء؟ إن القوم أباحوا لكم الماء. يقول جبتها لشاطئ الفرات نظرت إلى الماء وأنتن نادت يا ماء الفرات والله لا أشربك وقد قتل عنك والدي الحسين. تقل ابويا نشرب لذيذ الماي حاشا واهلي قضوا كلهم عطاش، احسيان الترب امس افراش. يقول قالت يا شيخ ما توديني لابوي الحسين؟ يقول جئت بها الى جسد ابيها جثة بلا راس. هاي الطفلة لما شاهدت الجسد الشريف نامت على جسد أبوها طول بطول، شبقت جسد الحسين نادت وابتا وحسينا أبا من الذي قطع راسك؟ أبا من الذي يتمني على صغر سني؟ تقول له يا والدي الطيبة سجاياك وبويا سجاياك اش يصبرني يا بويا كلاف عينك بويا يا ابويا شخصك ما ينحسب من العمر
ويتيمة فزعت لجسمك في يلها حسر القناع، تعج في أصواتها أهوت على جسد الحسين، وقلبها المصدوع كاد يذوب من حسراتها. إلهنا، الآية الشريفة لشفاء المرضى لقضاء الحوائج، وعندنا مرضى أوصينا بالدعاء لهم، ولجميع مرضى شيعة أمير المؤمنين من أوصينا لهم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمّن يجيب المضطر إذا دعاه، أمّن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله، أمّن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين من أوصينا لهم بالدعاء، اللهم شافهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم بعافيتك. اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، إلى أماتنا وأماتكم السامعين المؤسسين، أموات شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.